من أين جاء، من أين أتى المسيح؟ الكتاب المقدس واضح، نشكر رب لأجل الكلمة النبوية واضحة. سبق قبل ولادة المسيح من العذراء مريم أنه في نبوات تكلمت عنه، ففي أشعية 7:14 يقول: ولكن السيد يعطيكم نفسه، آية بيحكي عن السيد الرب أدوناي يعطيكم نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل، الله معنا، معنا، الله خيم في وسطنا، الله سيكون منا. هذا محور الآية اللي بتتكلم عن هذا. طب كيف؟ لكن لو نمشي كمان شوي لأشعية 9:6 بتقول الآية، يقول: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس للسلام، إلها قديرا ولد، إلها قديرا. إذن كمسيحيين، كإيمان مسيحي، معروف عند الكل أنه المسيح هو طبيعة إلهية اتحدت مع طبيعة بشرية، ومكتوب عنه في الإنجيل مولود تحت الناموس كي يفدي الذين هم تحت الناموس. وهذا الغرض من التجسد اللي مع الأسف في بعض الثقافات أو خارج المسيحية في ناس ما بيفهمون الغاية من التجسد. لكن هذا هو الواقع، أنه المسيح قد جاء حتى يفدينا من الخطية.